كنعرفوا العمل الصبار اللي كدير لنا في هذا المغرب. اذا كلمه على هذا الايفنت هذا. شكرا على الاستضافه. وهذا الكلينيك هذا اللي درناه مع خبراء من ولايه فيرجينيا بالولايات المتحده الامريكيه، لان معهم شراكه عمل. هذه 6 شهور حنا كنوجدوا هذا البروغرام هذا باش يستافدوا منه وليدات حي ضرب الغلف ومقاطعه المعارف بصفه عامه، وكذلك ابناء النادي ديال الرابطه البيضاويه اللي اليوم عندنا تقريبا 250 طفل وطفله اللي مضاوين تحت لواء ديال النادي، و100 فيهم استافدوا من هذا البرنامج التدريبي اللي كان في 3 ايام يوم السبت والاحد والاثنين في قاعه المفقات بدار شباب درب الغلف. لوبجيكتيف ديال هذا لو كامب هو تطوير المهارات الفرديه والجماعيه ديال اللاعبين باش يطوروا النيفو ديال اللعب ديالهم ويشرفوا النادي ويمثلوا افضل تمثيل في البطولات الوطنيه. اذا هما طلبه هما مدرسين بطبيعه الحال. السنه الفائته كنا درنا واحد الشراكه مع الاكاديميه ديال اوفا مع وزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه، بحيث كنا اول فريق على الصعيد الوطني اللي بدا واحد البرنامج ديال الدراسه والرياضه. اليوم عندنا جوج ديال المدارس، مدرسه النجد حي ضرب الغلف قطعه المعارف، وكذلك اعداديه ابن بطوطه في بورغون اللي عندنا تقريبا كنحضروا 120 تلميذ وتلميذه كل يوم كيدرسوا وبالعشية كيزاولوا الرياضه ديالهم المفضله اللي هي كره السله. وكما قلت سابقا بان عدد المنخرطين اليوم عندنا تجاوز 250 منخرط في النادي كلهم ومدرسي.